بيده مقاليد السماوات والأرض، بيده أمور الكون، بيد الإمام سلام الله عليه. قرابة 20 عام الإمام موسى بن جعفر ينقل من سجن إلى سجن. باب الحوائج الإمام الكاظم، باب المراد الإمام الجواد. طيب الكاظم والجواد شلون كانت حياتهم؟ قال والله ما ضعيف، مظلوم، مسجون، وكان مكبلين. قال يا ربيع ويا فضل دعني أذهب إلى أهلي فلقد استوحشوا لفراقي. حجي مثل هذا يطلب منه حاجة؟ العبادة إذا وجهت إلى غير الله تكون شركا؟ نعم أي صحيح. والدعاء هو العبادة كما جاء في الرواية عندك أيضا في الكافي. يا حسن الدعاء عبادة، تدري شرك أبي جهل وأبي لهب شنه؟ شركهم كان هذا الدعاء. كانوا إذا ركبوا في الفلك في السفن واضطربت وجاه الموج من كل مكان، يقول الله عز وجل دعوا الله مخلصين له الدين. فلما الله عز وجل ينجيهم إلى البر قال إذا هم يشركون في إيش؟ في دعائه، يدعون الأصنام ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يذبحون لهم مثل ما يذبح عند القبور الأئمة في النجف وكربلة، يذبحون لهم، ينذرون لهم، يطوفون عليهم مثل ما يفعلون أصحابك الآن. والله نفس الشرك بالضبط، بس الفرق أن مشركي قريش كانوا في البحر ما يقولون يا علي ولا يقولون يا فلان يا لات يا عزة، لا 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 لا، يدعون الله مخلصين. أما عندكم في الشدة في الرخاء علي حسن حسين. باب الحوائج الإمام الكاظم، باب المراد الإمام الجواد. طيب الكاظم والجواد شلون كانت حياتهم؟ قال والله ما ضعيف، مظلوم، مسجون، وكان مكبلين وسجنا بسنوات طويلة في سجن هارون الرشيد. بيده مقاليد السماوات والأرض، بيده أمور الكون، بيد الإمام سلام الله عليه. لاحظت قرابة 20 عام الإمام موسى بن جعفر ينقل من سجن إلى سجن. ينزلون الإمام الصادق إلى منزلة شوية أرفع من أبو حنيفة شوية، يعني الإمام الصادق مجرد فقيه إمام مذهب، أما أنه يكشف الغيب للناس، تحدثه الملائكة، يتصرف بالكون بإذن الله عز وجل. فكان يعذب الإمام، وضعه في طامورة مظلمة لا يعرف فيها الليل من النهار. يتصرف بالكون بإذن الله عز وجل، تجري المعاجز بين يديه، وهكذا سائر أئمة أهل البيت يقول لا عم يا كلها خرافات، هذه هؤلاء هم المقصرة، ما عرفوا الأئمة أصلا. حتى دس للإمام سما نقيعا، أيوة جعفرا، وما زال الإمام يعالج حرارة السم. ما في مجال الإمام موسى بن جعفر، وقضايا مجربة أقولها لكم أحبتي، إذا استعصت الأمور عليكم بالله عليكم هذه سجلوها، تأخذ المسبحة بيدك 140 مرة، إهداء للإمام موسى بن جعفر قبل أن تنتهي حاجتك مقضية. لاحظت قرابة 20 عام الإمام موسى بن جعفر ينقل من سجن إلى سجن قبل أن تنتهي حاجتك مقضية، مهما تكن حاجتك. قال يا ربيع ويا فضل دعني أذهب إلى أهلي فلقد استوحشوا لفراقي. حجي مثل هذا يطلب منه حاجة؟ هذا بشر؟ هذا ما عنده شيء؟ هذا مو رب؟ هذا ما عنده كرامات الخوارق اللي تخليه يطلع حتى من السجن؟ فشلون يطلعك من السجن؟ مو هي اذا وين يعني هسه انت تسولف على الامام الكاظم، زي ما الامام الكاظم من كان مسيطر على العراق؟ الدوله العباسيه وانا غلطان. يعني ملك الامام الكاظم كان اضعف من الحاكم العباسي صح؟ طبعا شاشين الدوله العباسيه غير حكم، يعني الحاكم العباسي كان اقوى من الامام الكاظم. اكيد لا، شنو اكو شيء ينكر هذا الشيء؟ حلو. ولما مات الامام الكاظم اصبح اقوى من الحاكم العباسي ويسيطر على الكون كله. الدوله العباسيه هي هاي، هم انتهت حياه الامام الكاظم بالدوله العباسيه، صحيح وغلطان انا؟ صحيح، في زمان هارون الرشيد. ابو علي نعم، الامام الكاظم بشر ولا رب؟ بشر. طيب حلو، بشر، شنو صفات البشر؟ إنسان عادي، بشر حالة من حال أي إنسان يعني. حلو جدا، يسيطر على الكون البشر؟ لا مستحيل. حلو زين، الحين لما أنا في السعودية وأقول يا علي
هل سيدنا علي يسمعني؟ لا مستحيل. بس أنا أقول لك شيخ، إحنا اعتقادنا، بس خل أوضح لك فهم فهمت هذا الموضوع. إحنا اعتقادنا إن نتقرب لله سبحانه وتعالى من خلال زيارة الأئمة المعصومين. قبل شوي لا تنسى كلامك قبل شوي يا أبو علي، أنا مو أجادلك، أنا بأذكرك. إيه. لما قلت لك إذا قال الواحد يا علي إيش في مريضي، قلت إيه صحيح وما في إشكال، لا هذا شرك، هذه توجيه عبادة لعلي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب وهو حي ما كان قادر يشفي نفسه من الجراح التي جرح بها قبيل استشهادة اللي ضربه عبد الرحمن بن ملجم، ومكث بعدها يعني، ثم استشهد رضي الله عنه، ما مات على طول. هذا الدعاء. هل علي كان يملك أن يشفي نفسه من الضربة؟ لا، شوف عبيد الله. طيب لما مات علي بن أبي طالب شهيدا سعيدا صار يشفيكم الحين؟ هذا الدعاء اللي تقول عليه شيخ، يعني أحب الله يستجيبه. وين أمر الله بهذا؟ ألو ألو، وين الله أمر بهذا؟ ألو، يقعد أسمعك. والنت شوية ضعيف. شكرا لك يا أبو علي، شكرا لك يا أبو علي، تابعنا، أسأل الله أن يفتح عليك، فصل عند النت. أشكر أبو علي وأسأل الله أن يفتح عليه. واقع ترى يا جماعة الخير، ترى إحنا الآن قاعدين نوصلهم رسالة، يمكن يعاند في البداية من يعاند، لكن ترى قاعد يوصلهم الحق. الكلام هذا من مثابة الصدمة الأولى، تفتح عليهم أفاق المعرفة والتفكير، ويعرف إيش معنى أن الدعاء عبادة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.